اوكي خلينا نستعرض في البداية الكورس أوتلاين. زي ما ذكرت لكم سابقا، أنا اسمي معتز سعد واسم المساق Artificial Intelligence، ومتطلب سابق أنه يكون في عندك لغات البرمجة موجودة، وكذلك الديتا ستراكشر، يا إما أنه تكون تاخذها حاليا، او انه يعني مثل البعض عندكم، او انه ممكن انه يعني يتم استدراك الامر وتبسيط الامور في الشرح قدر الامكان. على اي حال، زي ما حكينا انه هذا الكورس بيعطينا الاساسيات الاي اي، وبيغطي الاي اي تكنيكس بامثله حقيقيه. راح تتدرج عنا الأمثلة من لعب الشطرنج لغاية السيارات ذاتية القيادة، وبيشمل كذلك عدة مواضيع، منها الـ Problem Solving and Search Algorithm, Probability Reasoning, Inference اللي هي عمليات الاستنتاج والاستنباط، Programming Logic, Expert System الأنظمة الخبيرة والبرمجة المنطقية، والـ Rule Based Expert Systems والفازي لوجيك والماشين ليرنينج والديب ليرنينج والنوليدج ريبريزنتيشن، كذلك الكمبيوتر فيجن والناتشورال لانجويج بروسيسنج. هذه كلها المواضيع اللي انا ذكرتها عبارة عن تطبيقات. طبعا بخصوص الكتاب، في عندنا الكتاب تبع الارتفيشال انتليجنس مودرن ابروتش. هذا الكتاب احد الكتب، احد اكثر الكتب انتشارا، وراح نستخدم الطبعة الرابعة سنة 2020. أوكي، دقيقة بس. في كذلك عندنا مراجع أخرى راح أخذ منها بعض السكشنز راح أستخدمها. بالنسبة لترتيب المواضيع، حاولت إني أرتب المواضيع بترتيب تسلسلي يساعدنا. في الأول اليوم حناخد موضوع الانترودكشن، بعديها المحاضرة الجاية إن شاء الله حناخد موضوع الايجنتس، ممكن نخلصه على يمكن محاضرتين. بعديها البروبلم سولفينج اند سيرش، راح يلزمنا عدة محاضرات. البروبلم سولفينج اند سيرش ممكن احط معاه موضوع الجيم بلاينج، لانه بدنا نعتبره نفس الفئة نوعا ما، لانه بنستخدم فيه السيرش. بعديها راح نتطرق لموضوع الجينيتك الجوريثم، راح ناخد الماركوف ديسيجن بروسيس، رينفورسمنت ليرنينج، اكسبرت سيستم، فازي لوجيك، ماشين ليرنينج، نيورال نتوركس. بعديها في الاخر راح نتطرق للمواضيع المتقدمه، الديب ليرنينج، الكمبيوتر فيجن، والناتشورال لانجويج بروسيسنج، طبعا مع امثله. بخصوص التقييم، راح يكون في عندنا الاساينمنت عليها 20%، والامتحان النصفي 30%، والامتحان النهائي 50%. ربما اخذ 5 علامات من هدول احطهم هنا، فبالتالي بيصير انا عندي 25 و25، او ممكن اخلي الوضع زي هيك. يعني طبعا هذا الكلام بيعتمد على الاداء خلال الفصل الدراسي. هذا بخصوص الأوتلاين. إذا في حدا عنده استفسار أو سؤال على الأوتلاين قبل ما نبدأ في المحاضرة. تمام. دكتور، فيش نعم. بروجكت للمادة مثلاً إنه يصيروا 4 للجريدينج؟ بدكم بروجكت. اوكي، أنا بقترح، بعد بديش أثر على زملائي يعني، بس أنا بقترح اقتراح. شو رأيكم؟ حسب طبيعة البروجكت دكتور، يعني أنت شو مثلا طبيعة البروجكت تناسب مع المادة مثلا؟ هو شوف، يعني هو يعني ما فيش، يعني عشان احنا في عنا مواضيع كتيره، عشان هيك انا حطيت انه في assignments. ف
فالآن بدنا بروجكت إنه بده يركز على شغلة معينة، يعني يا إما حيكون، يعني أنا بتصور إنه بروجكت يا إما في الكمبيوتر فيجن مثلا، أو البروجكت في موضوع ناتشورال لانجويج بروسيسنج، واحدة من هدول دكتور الثنتين. أو طبيعة البروجكت تكون برمجة ولا إيش؟ صحيح، والإكزامز دكتور بكون فيهم يعني كودينج؟ في الغالب لا، يعني مش كتير فيها كودينج. اوكي دكتور، هيك بيكون عذر يعني، انه اذا فيش فيها كودينج بيكون ممتاز، يعني مش كودينج والبروجكت كودينج. بس من فين بدك تاخذ العلامة تبعته؟ من الفاينل صح دكتور؟ مجدي، في عندكم بالجامعة سياسة بخصوص توزيع العلامات، إنه الوزن العلامة النهائية المفروض يكون ما يقلش عن كذا؟ لا ما في، لك حرية التقسيم بالعادة دكتور الفاينل بيكون عندنا بالجامعة 40 يعني بالعادة، بس ما فيش عادة، سياسة بس مش يعني. ستاندر يعني، إنه خلص إنه 40 ما 40. فيش سياسة لا، يعني عادي ممكن يكون الفاينل 60 ما فيش مشكلة. شو رأيكم؟ تمام هيك. ممكن إنه يعني هيك بصير. مش غلط هيك برضه بصير كويس، بس بعرفش كيف رأي زملائي. دكتور بس بدنا نراعي شوي انه في عنا زميلات معانا بالكورس، يعني هذا اول مساق لهم، وبتخيل لسه ما اخدوش مساقات برمجة يعني فقط لا غير. يعني نقلل الويت ولا نلغي البروجكت؟ مش عارف يعني، انا بعرفش ده، مش فاهم شو راح يكون البروجكت تبع المادة، يعني المادة هو مواضيعها حكيت يعني انه طبيعة البروجكت، يعني انه مثلا جينيتك الجوريثم حيكون في عليه اساينمنت، موضوع صغير يعني ما بيرقى لبروجكت. موضوع الايجنتس في عليه اساينمنت. انا يعني درست المساق سابقا ومتذكر انه انا شو ممكن ان انا اعطيكم. موضوع البروبلم سولفينج هذا برضه عليه اساينمنت. الفازي لوجيك في عليه assignment. موضوع النيورال نتورك والماشين ليرنينج هو اصلا بصب، يعني هي مقدمه للديب ليرنينج والكمبيوتر فيجن والناتشورال لانجويج بروسيسنج، فعشان هيك انا بتصور انه البروجكت راح يكون، انا ما فكرت فيه صراحه لسه، حيكون يا اما في موضوع الكمبيوتر فيجن او في موضوع عفوا موضوع صراحة دكتور الناتشورال أنا يعني كنت خلاص يا مفضلة دكتور، التقسيمة خليها كلها الأولى، يعني assignment بلا يعني بروجكت نبدأ دكتور. بالضبط مثلا 30 علامة على الأسايمنت مع الأكتيفيتيز بشكل عام، مهم أسايمنت أول على آخر، الميدتيرم زي ما كان 30 والفاينل 40، كيف كمان يعني مرة؟ بس نزيد الويت على 30 الأسايمنت assignment لأنه دكتور يعني الفاينل مشكلات، و30 30 ميدتيرم أسايمنت و40 فاينل. 30 ميدتيرم و40 فاينل. أنا معهم في الاقتراح. اوكي انه بما انا بتخيل بصراحة انه راح يكون اسمه مشروع يعني. اوكي هيك بعتقد الوضع منيح دكتور. تمام وانا تمام طيب تمام دكتور. اوكي بحب أكد على نقطة مهمة كذلك، إنه من الآن من بداية الفصل إنه يفترض إنه الجميع يحل بشكل individual بشكل فردي، ما بدي حلول مثل بعض. يعني خلاص أنا طبيعة المسائل اللي بطرحها ما في حل وحيد لهذه المسألة، فالآن يعني إذا لقيت الحل متطابق بس يعني ما بدي أحكي كلام أكثر، إنه أنتم في ورطة،
تمام. فرجاء يعني تنتبهوا لهي الشغلة، أنا يعني بهتم بهاي النقطة، بدق عليها كتير إنه خلاص أنا بدي إنه، وأشوفه بصراحة شديدة جدا إنه الامتحانات ما بتعكس مستوى الطالب، ولكن للأسف إحنا ما عندنا أي وسيلة أخرى للتقييم غير الامتحانات، والامتحانات الغرض منها مش عشان نجتاز المساق، الغرض منها انه احنا نقيس مدى استيعاب المساق. يعني انا بالنسبة لي ببذل مجهود طوال الفصل، بشرح وبحاول انه انا اعطي امثلة، في النهاية انا بدي اشوف قديش الاستيعاب المواضيع اللي تم شرحها في نهاية الفصل. فعشان هيك رجاء تركزوا على الموضوع هذا، موضوع الاساينمنتس، انه مش مثل الامتحانات، يعني انه assignments انه انتم بتحلوها بالبيت، مو بعرفش يعني ممكن انه انتم تتحاولوا تتشاوروا مع بعض تحلوا مع بعض، يفضل انه تحلوا بشكل individual. ال assignments ما فيها تحدي، يعني انا مش جاي اتحداكم بصراحة، بس انا بدي اياك انه انت تفكر شوية انه كيف ممكن تستخدم التكنيكس اللي انا اعطيتك اياها بحيث انه تحل مشكلة معينة، لا أكثر ولا أقل. بس يعني حبيت أوضح هاي النقطة من بداية الفصل عشان التقييمات في النهائي تكون الأمور تمام. أوكي متفقين؟ تمام دكتور. تمام.